الشعب التونسي يخرجوا لبرا المناطق الريفيه ويشوفوا المناطق يخرج من العاصمه يمشي يتظاهر بالمناطق الريفيه يخرجوا يشوفوا يشوفوا المواطن كيفاش عايش في المناطق الريفيه يشوفوا هالناس هذوما يشوفوا شكون رئيس الجمعيه نتاع المياه يشوفوا شكون رئيس الجمعيه نتاع المياه شكون رئيس الحظيره اللي خدم في الحظاير يشوفوا الناس يسالوا عليهم خويا سامحني لحظه الحكومه في ايدها وزاره الداخليه وفي ايدها وزاره الكل لازم تتقسم عليها عيد المرأة عيدنا اللي من عام 56 يلزم يبقى قائم الذات عيد المرأة وحرية المرأة ويلزم المساواة بين المرأة والراجل يلزم المرأة تخدم والراجل يخدم ويلزم نقدر متبادل ما بيناتهم والله لا يغلب علينا زمان ويحيى شعب تونس وشباب تونس ونساء تونس وبنات تونس والسلام عليكم ورحمة الله اللي هو ضد التحرك الاحتجاجي قال اللي موجودين اليوم هما تجمعين ويخدموا ضد مصلحة الوطن بالنسبة لك انت مش تسألك زوز أسئلة اليوم سي محمد الكيلاني اللي موجودين شكونهم بالضبط وشنية معناتها المطالب ولا الشعارات اللي رافعينها من وراء التحرك هذا اللي تتزامن مع 13 أوت معناها اللي حاضرين الكل هم المدافعين على المكاسب نتاع المجتمع التونسي اللي متمسكين بالمساواة بين المرأة والرجل باعتبار أن مبدأ المساواة هو اللي تبنى عليه المجتمع التونسي الحديث أنا هذوك من الناس اللي يهبطوا بالشارع الكل يطالبوا أنا هم الناس المتمسكين واللي دافعوا على المطلب هذا الناس اللي ضد هم أصحاب الفصل 28 معنا من مشروع الدستور شوف اللي صار كان يخدم المسيرة الكل مسيرة ناجحة مسيرة سلمية بطفية الشعب التونسي واش كان المناضلين برد نجاحة ونهضوا فيها المواطنين صار توتر أمنوا بين مجموعة ومسكون من عناصر الأمن اللي تلفظ فيها الفاظ ما يشبع فولا يعقب عليها الكفر ولكن كنشوف المسيرة كلها مسيرة ناجحة هبط الشعب التونسي هبط المرأة هبط الراجل ناجحة قدر انت هبط ودفع على حق وزيد نحن ملمومين وين اللين الأولى خللها بعد نعمل لك من أمك وبرا لوجع شيك وي بعد ما خاضت وحبوا يضربوا سيبوا حتى زوز ميليشيا سي عبد الوهاب الهاني هو مخرجينه معناه أنا وياه ومريم منور رئيس حزب تونس وخارجين خالتين علينا زوز ميليشيا من تابعينهم وشنية الحاكم شنية يقول القدام استنى خلي تتبلبس تو نعمل لكم من أمك
تمك اكلمك واحد اخر حتى ما تسيبش حتى تفرج